فاهم القاضي يعني اللي عاوز يقدم اي شكوى ضدنا يقدم، بس الحكم على الاقل يبقى عادل، ده حكم غير عادل. مش المساله مش مساله عدد، هي مساله اكبر من ده، انما انا ابتدي اجيب مؤثر وابتدي اكفره على حاجات عملها من 30 40 سنه، حاجات حصلت ما هياش حاجات عملت تحت الارض، تكلمي على مسرحيات مش جماهير مصر، جماهير العالم العربي كله حافظها صمت، هي اصبحت جزء من تراثنا. كان دي ما بتستهدفش شخصيه معينه، كان دي استهدفت كل عناصر الفن وكل عناصر الابداع وكل مبدا، وكل مبدا بينص على حريه الراي والابداع في مصر، وهذا ما يخالف كل القيم والاعراف الدوليه وحقوق الانسان وكيفيه التعامل مع المجتمع. حريه الفكر بتقتل بمثل هذه القرارات ومثل هذه الاحكام، والباحثين عن الشهره هم من يجرون وراء ذلك. الاتهام الموجه للفنان عادل امام اذا نجح القضاء في تثبيت هذا الحكم، فانا بعتبر ان دي ظاهره خطيره جدا للابداع في مصر. عادل امام يمثل الابداع والمبدعين المصريين، فاذا ثبت الحكم معناه انه في محاوله للقضاء على الابداع المسرحي او السينمائي او الابداع الهوائي الحر، زي ما حاولوا يضربوا نجيب محفوظ وغيره، والان يعرض عادل امام وشريف عرفه ونادر جلال ونيلة رمي وغيرهم من المبدعين نفس الهجمه الادبيه السلفيه التي تريد ان ترجعنا الى القرون الوسطى والى عصر الزمان. نحن لسنا على استعداد بان نقدم افلام تاريخيه اسلاميه فقط، نستطيع ان نقدم افلام تاريخيه اسلاميه، ولكن نستطيع ان نقدم بحريتنا الابداعيه ما نشاء ان نقدمه الى الجمهور المصري. غلط، انا ضد هذا الحكم، وبعتبر ان حريه التعبير والابداع ده حق كل فرد في الشعب المصري. دي ظاهره جديده، ان يمكن ابتدوا بالفنانين، بعد كده ممكن يبتدوا باي فرد في الشعب المصري يقول كلمته هيحطوه.